إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الـ Education Business وإزاي إن إحنا نسكيل على الـ Education Business. يعني أنا لو عندي بيزنس هو المين توبيك بتاعه أو السكوب بتاعه على إن أنا أشتغل في الـ Learning أو في الـ Coaching Education، أي حاجة ليها علاقة بإن أنا بإمبروف الناس اللي أنا بدرس لهم علشان أنقل لهم knowledge معينة، او ان انا انقل لهم خبره معينه، او ان انا اشتغل معاهم على ان انا اديهم توبكس معينه. وات ايفر بقى، هل هو المفروض سيشن او هو ميتينجز او هو كورسز او منتورنج او ايا كان ايه الاسلوب اللي انا بتبعه، لكن المفروض ان انا بشتغل على اساسيات معينه علشان اعمل ايه سكيلينج للبزنس ده، وابتدي ان انا في البيزنس ده احدد الاتجاهات بتاعتي وان انا ارتقي بالبيزنس ده لابعد حد ممكن. تمام، في بروسس كده معينه، وافضل طريقه بنتكلم فيها في الجزء ده هي حته البروسس. يعني احنا لما بنتكلم في بروسس او خطوات عمليه الموضوع بيكون اسهل للناس وبيكون اوضح، وكمان الموضوع بيبقى كلير بالنسبه لهم علشان ياخد اكشن فيها على طول. كمان من الحاجات الأساسية اللي بنشتغل عليها عشان برضو الناس اللي أول مرة مثلا تبقى معانا أو ما حضرتش قبل كده أو شافت الريكورد بتاع المرة دي، بعد ما بنخلص اللي بيبتدي يعمل أكشن على الحاجات اللي اتكلمنا فيها أو دخلنا في ديسكاس فخد مثلا مين بوينت كده معينة يشتغلها. بعد كده لو حب إن هو يفولو اب على الحاجات اللي عملها بيفولو اب معايا ويحقق ان شاء الله المعلومه اللي طلع بيها. طيب خلينا كده نخش دايركت على طول ونقول ان احنا بنتكلم في ان ازاي ان احنا نعمل زي ما قلنا سكيل، تمام، على الايه، على البيزنس بتاعنا. البيزنس ده خلينا كده ناخد مثلا تريد مارك كده او ناخد مين بوينت كده على الجزء بتاع الإديكيشن ده أو جزء الليرنينج أصلا في مصر. تمام، جزء الليرنينج في مصر هو في الفترة الأخيرة أو حتى في على المستوى العربي بشكل كامل خد امبروف بشكل كبير قوي وخد سكيلينج بشكل واسع قوي حتى بعد بالأخص كورونا. تمام، بعد حتى كورونا الموضوع بقى مختلف تماما، بقى كل الـ industries فيها improve بشكل كبير قوي 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 على ان احنا ازاي نعلي من الـ learning بتاعتنا والـ self study والكلام ده كله. كان من احد المشاكل هي ان ازاي ان انا ابتدي اشتغل على الـ learning او ادي ناس coaching او حاجة، والمفروض الناس دي اتابع معاها جزء الـ operation. جزء الـ operation اللي هو ايه في البيزنس ده، احنا بقى بنتكلم مش بس على مستوى الماركتنج بس، احنا كمان بنتكلم على المستوى اللي ليه علاقة بالبزنس اوفرول. طيب الاوبريشن اللي هو ايه بالظبط، ان انا ازاي احجز رومز وازاي ان انا اعمل سكادول للناس والكلام ده كله. فالامبروف اللي حصل من بعد كورونا ان كل حاجة اتنقلت اونلاين فسهلت الموضوع بشكل كبير قوي قوي على الناس. يعني مثلا انا بقيت اشتغل مثلا اونلاين اكتر من الاوفلاين، تمام، فده عمل امبروف بشكل كبير قوي لان الناس خلاص دخل لها الكونسبت ده. تمام، طيب فخلينا نقول ان انا عشان اعمل سكيلينج لازم أن اكون فاهم ان الاندستري اصلا خدت بشكل كبير سكيل لوحدها، فده علم معايا الكومبيتيشن. تمام، فده على ايه الكومبيتيشن، يعني ايه على الكومبيتيشن، يعني خلى المفروض الموضوع بقى واسع جدا جدا، وبقى مثلا لو انا عندي في 3 بينافسوني في الاندستري دي او في الجزء بتاع الكوتشنج ده او الليرنينج ده بقى فيه 10. تمام، فانا بقى بالنسبه لنا الموضوع مش انا كمحمود، انا بتكلم كواحد بي 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 بيشتغل في نفس الاندستري، فبقى الموضوع بقى واسع جدا جدا وبقى الكومبيتيشن عاليه بشكل كبير، وده بيدي انطباع ان انا محتاج ابتدي اشتغل على نقط اساسيه. تمام، طيب لما انت بتبتدي في الجزء الليرنينج زي ما قلنا بتخلي بالك من
بتخلي بالك من الارقام بتاعتك والماركت نفسه بيقول ايه. فاحنا بنقول ان احنا عندنا الموضوع بتاع الليرنينج ده عالي بشكل كبير بفارق ارقام عالميه، زي ما قلنا مثلا يعني من الارقام المهمه جدا ان في امبروف بيحصل للاندستري بما يقدر ب 1.34 مليار دولار اصلا في السنه، تمام؟ 1.34 مليار دولار، تمام. فانت تخيل حجم الفلوس اللي بتتحط في المجال، وان المجال ازاي بيتوسع بشكل كبير، تمام. طيب، وان ده بيبني كومبيتيشن وده بيعمل توسع بشكل كبير، وكمان ان ده ليه خطوات اساسيه احنا لازم نمشي عليها. طيب تعالى كده بقى نشوف ايه الخطوات اللي هنمشي عليها. تعالى كده نرسمهم ايه مع بعض ونشوف انا لو المفروض هشتغل في الاندستري امشي ازاي بايه بخطوات، امشي ازاي بخطوات. طيب عشان تمشي بخطوات لازم تكون بتتابع، تمام، الميديول بتاعك او الموديل بتاعك ماشي ازاي. يبقى احنا هنا هنقول ان احنا هنشتغل على اننا نعمل، تمام، انا بس مش عارف، ايوه اهي، نعمل كرييت، تمام، خليني كده كرييت يور موديل، تمام. يعني ايه كرييت يور موديل؟ انا دلوقتي المفروض ان انا هشتغل في ان انا اعلم الناس، تمام. طيب عشان اعلم الناس انا عندي موديلز مختلفه ببتدي اشتغل عليها. يعني ايه موديل مختلفه؟ يعني مثلا هل انا هدي مثلا كورسز، تمام، خلينا نقول مثلا انا هدي مثلا كورسز، ولا المفروض ان انا هشتغل منتور، تمام، ولا مثلا هشتغل ان انا ادي الناس مثلا ماتيريال، ولا ايه المفروض اللي انا هعمله؟ الميديول بتاعك بيقول ايه، او الموديل بتاعك اصلا ماشي ازاي؟ يعني انت دلوقتي ايه الموديل اللي انت بتشتغل عليه؟ هل انت بتدي الناس ماتيريال والناس تشتغل سيلف ستادي، ولا بتمنتور للناس، ولا بتشتغل على الكورسز؟ طيب لما انت بتحدد موديل من دول المفروض بتشتغل على نقط اساسيه. النقط الاساسيه الجزء اللي انت هتشتغل، هل انت هتشتغل برايفت، تمام، ولا المفروض ان انت هتشتغل على ولا هتشتغل على الجروبس، تمام، ولا المفروض ان انت هتشتغل على البيزنس. يعني ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ البرايفت هنا لو انا المفروض بشتغل في اندستري ليها علاقه بالاديوكيشن، فانا فاهم ان انا في ناس بيكون او بعض الاشخاص لما بتيجي تتلقى العلم او تبتدي ان هي تتعلم بيبقى عايز حد سبيسيفيك مركز معاه. فانا الميديول بقى بتاعي ايه؟ والله ممكن مثلا اجي اقول لك انا عايز اتعلم ماركتنج، تمام؟ فانت هتقول لي تمام مفيش مشكله، احنا عندنا مثلا بنشتغل مجموعه معينه والمجموعه الجايه او الراوند الجاي قدامه مثلا شهر. فهتيجي تقول لي والله انا مش عايز مجموعه، انا عايز اشتغل لوحدي، انا مع نفسي ما بيني وما بينك كده، وتديني، تمام، تشوف بقى هتدرس لي ازاي وهتشتغل معايا ازاي، تمام. فده انا بشتغل برايفت. بعد برايفت لا انا ممكن اشتغل جروبز زي ما احنا قلنا في ايه راوندز، تمام، في راوندز، تمام. طيب بعد الراوندز في بيزنس، تمام. طب البيزنس هنا انا بعمل ايه؟ المفروض ان انا بكوتشنج او بشتغل في الكورسز او ايا كان بقى طريقه الايه. احنا خلاص قلنا ان احنا هنحدد الموديل بتاعنا، فانا بشتغل في الموديل بتاعي مع البيزنس. يعني انا ممكن اعمل ديل مع مثلا شركات ان انا ااهل الموظفين بتوعهم، ممكن اعمل ديل مثلا مع مصنع ان انا اعلم العمال القرايه والكتابه. فهنا اصلا الديل بتاعك ماشي ازاي والموديل بتاعك ماشي ازاي. فهنا انت بتشتغل مع بيزنس، مثلا هنقول مثلا كومبانيز، تمام، فانت بتشتغل مع ايه شركات، وبتحدد ايه طريقه الشغل مع الشركات دي، وبتقول والله انا المفروض شغلي كله ماشي بالايه بالشركات، تمام. بعد ما بتحدد كمان الشركات ممكن تحدد ايه تاني، والله انا مثلا بشتغل اونلاين، تمام. فانت خلاص انت الميديول بتاعك، خلاص احنا فهمنا هنا الموديل او الميديول ايا كان الموديل اللي انت بتشتغل عليه عامل ازاي. والله انا بشتغل برايفت، بشتغل جروبس، بشتغل بزنس، بشتغل اونلاين، تمام، على حسب المفروض انت بتشتغل ايه. في حد ناس تانية تقول لك والله انا بشتغل ورك شوبس، تمام. طب يعني ايه بيشتغل ورك شوبس؟ هو بس مركز مع السيشن الواحده او الميتنج الواحد،
وبعد ما الورك شوب خلاص الموضوع في اندستري شغال على كده، بس شغال على ان هو زي مثلا الكوتشنج او الجزء اللي ليه علاقه بالحاجات البوزيتيف والسايكولوجي والكلام ده بيكون وان ورك شوب وخلاص، تمام ورك شوب واحده وخلص الموضوع على كده، فخلاص هو خلاص الموضوع انتهى على كده. في حاجه تانية مثلا ليها علاقه بالايه السيلينج، تمام السيلينج اللي هي ايه بالظبط، اللي هي كل حاجه ليها علاقه، كل حاجه ليها علاقه بان انا ببيع ماتيريال وخلاص، زي بالظبط كده المذكرات، لما انا يكون عندي مثلا مذكره ومثلا ببيعها، فمثلا ده مديول بزنس اديوكيشن، انا بعمل مثلا المذكرات بتاعه الجامعه مثلا وببيعها، تمام فانا شغلي كله سيلينج، بس انا ببيع الماتيريال وخلاص، تمام. فانت بتحدد اول حاجه لازم تحددها الموديل، طب هيفرق معايا ايه في حته السكيلينج وانا بحدد الموديل؟ هيفرق معايا في اجزاء كتيره جدا، الا وهي انت ازاي تحول البيزنس ده لكاتيجوري مختلفه، ومن الكاتيجوري دي تقدر تكسب منها. يعني لو انا بشتغل برايفت فممكن اشتغل ازود معاها ان انا اشتغل اونلاين، تمام. طب لو انا بشتغل مثلا ورك شوبس فانا ممكن اشتغل مثلا كورسز كامله، تمام وما الى ذلك. لو انا مثلا بعمل ورك شوبس انا ممكن اعمل لها ريكوردنج واشتغلها كماتيريال واطلعها سيلينج، تمام. فمن الحاجات بقى المهمه هنا ان انت بتشتغل على الجزء اللي ليه علاقه بالمديول بتاعك، وازاي ان انت في المديول ده تشتغل على ان انت تعلي المديول بتاعك وتغير في المديول على حسب البيزنس بتاعك، تمام. يعني مثلا زي ما قلنا لما جت كورونا احنا قلنا ان احنا خلاص بعد كورونا الموضوع بقى مختلف، والموضوع ضرب في ارقام كبيره جدا. طيب خلاص، فانا هنا عشان اسكيل اعمل ايه؟ لازم احدد بشكل كبير الاجزاء اللي انا هشتغل عليها في ايه السكيلينج، تمام. انا والله بشتغل اونلاين فانا هحاول اشتغل سيلينج، انا بشتغل ورك شوبس فهشتغل مثلا اونلاين وما الى ذلك، خلاص. طيب بعد كده المفروض دي كده ايه اول خطوه، او زي ما بنقول عليها كده ايه البوينت الاولانيه، تمام. المفروض بعد كده اشتغل على ايه تاني، او النقط التانيه اللي انا ممكن اشتغل عليها، ان انا ابتدي اشتغل على الاجزاء اللي ليها علاقة، تمام. اشتغل على الاجزاء اكتر اللي ليها علاقة بال النيتش نفسه، تمام. يعني ايه نيتش؟ يعني انا المفروض بشتغل في انهي جزئية. انا دلوقتي ليا في البيزنس، تمام. طب النيتش بقى اللي انت هتشتغل فيها ايه؟ لو احنا هنا بنتكلم في جزء ايه النيتش، تمام، فالنيتش بتاعك هيكون ايه؟ والله انا مثلا بشتغل ايه زي ما قلنا في البيزنس، تمام. طب انت بقى كبزنس المديول بتاع الموديل بتاعك في البزنس بيعمل ايه؟ هل انت مثلا في جزء الماركتينج، ولا والله انا هدي للناس مثلا بزنس ديفلوبمنت، ولا مثلا هدي للناس اتش ار مثلا، ولا هشتغل في انهي حته في النيتش بالظبط بتاعت البزنس، تمام. ولا المفروض ان انا هشتغل مثلا في جزء السيلز، تمام، ولا المفروض ان انا هشتغل في ايه بالظبط؟ طيب ده بيعتمد على ايه، او ايه النقط اللي انا هحددها على هذا الاساس؟ يعني انا هشتغل على ده بناء على ايه؟ لازم أن يكون في عندك باشون، تمام، بالحته اللي انت هتشتغل عليها. يعني ايه؟ يعني لازم أن يكون انت فعلا فعلا شغوف بحته الماركتينج. انا بالنسبه لي الماركتينج يعني حاجه بعيشها، مش مجرد بالنسبه لي وظيفه وبأديها، لا ده انا بالنسبه لي الماركتينج دي الطريقه اللي انا بفكر بيها. طيب بعد الباشون المفروض ان انت هتفكر في ايه تاني؟ انت عندك اصلا اكسبيرينس في ايه، تمام، عندك اكسبيرينس في ايه علشان تقدر ان انت تديها للناس، تمام. انت لو ما عندكش اكسبيرينس اصلا في الماركتنج فانت هتدي الناس ايه؟ انت اوريدي ما عندكش اكسبيرينس، ما عندكش خبره، تمام. فالخبره دي المفروض ان انت توظفها عشان تديها للناس، فاوريدي ما فيش خبره، فخلاص ما فيش خبرة هتدي الناس ايه، ما عندكش حاجة تديها، تمام. طب ايه تاني المفروض اللي انت تشتغل عليه؟ ايه الحاجة اللي انت هتحلها للناس، تمام. يعني مثلا المفروض مثلا لو انت شغال مثلا في الماركتينج، تمام،
فانا المفروض هشتغل مع الناس في حته ايه، هاو تو ستارت ا ماركتنج كارير، الناس اللي عندها مشكله في ان هي تبتدي في المجال، فانا المفروض هعلم الناس دي ازاي تبتدي في المجال. فانا هنا بحل لهم مشكله معينه، انا خلاص حددت ان انا اصلا بشتغل في البيزنس، فانا اكتر حاجه عندي فيها باشن واكسبيرينس هي الماركتنج، فالمفروض ان انا هشتغل مع الناس اللي هي عندها مشكله مثلا في حته معينه واعمل لهم سولف بروبلم للحته دي، والمفروض ان انا اشتغل فيها. تمام. طيب المفروض ان انت تكون اصلا بتشتغل على المين بوينت دي، تمام، وتحدد كمان المفروض الناس هتشتري منك ازاي، الموضوع ده هيشتروا منك ازاي او يحجزوا عندك ازاي او ايا كان، علشان تبقى شايف النيتش دي هل هي هتجيب لك الانكوم اللي انت مستنيه ولا لا، سواء بقى كل حاجه ليها علاقه بالبيمنت بقى، سواء هيدفعوا كام، امتى، ازاي، القصص دي كلها. تمام. فاحنا قلنا ان احنا هنفكر كويس قوي 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 في حته النيتش، تمام، وبعد ده هنعمله بعد الموديل علشان نبقى احنا شايفين المين بوينت اللي المفروض ان احنا نبتدي منها. انا دلوقتي عندي حته معينه، تمام، الحته دي الا وهي نجيب بقى من الاول، انا عندي الموديل بتاعي، انا ممكن ادي الناس كورسز. حلو جدا. طب هتدي الناس كورسز ايه بالظبط؟ والله ادي الناس كورسز اونلاين. تمام. طيب بعد ما ادي للناس كورسز اونلاين، المفروض ان انا هشتغل في النيتش بتاع البيزنس. طيب هشتغل في النيتش بتاع البيزنس، هدي للناس كورسز اونلاين في البيزنس، في ايه؟ في البيزنس، في الماركتنج. طب هتحل مشكله ايه؟ والله هحل مثلا المشكله بتاعت الناس اللي مش عارفه تعمل اعلانات، فاقول لهم ازاي يعملوا اعلانات. فهنا انت بتسكيل على الايه، على البيزنس بتاعك، وتقدر من هنا تعمل سكيلينج. يعني مثلا ده اللي انا بشتغله. انا ممكن اعمل ايه تاني؟ انا ممكن اشتغل على ماتيريال مثلا واعمل لها سيلينج، تمام، في حته البيزنس ديفلوبمنت عشان احل للناس النو هاو بتاعت مثلا البيزنس ديفلوبمنت. فانا هنا عملت ايه؟ سكيلينج. تمام. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن مثلا اشتغل ان انا ابقى مثلا منتور مثلا لبيزنس معين في حته السيلز، تمام، علشان عندهم مشكله في ان هم مش عارفين يبيعوا. فهنا انا عملت سكيلينج. فمن هنا بتبتدي فهمك للمخطط ده، تقدر من خلاله تبني السكيل بتاع البيزنس بتاعك، وتقدر ان انت تعلي الايه، البيزنس بتاعك بشكل كبير، وتفهم بشكل كبير الامور دي. طيب تعالى بعد كده، خلاص انا حددت الكلام ده، المفروض هشتغل على ايه بعد كده؟ بعد كده المفروض تشتغل على الاوفرنج بتاعتك او السيلز فانل بتاعتك هتمشي ازاي؟ تمام. السيلز فانل بتاعتك هتمشي ازاي؟ اي حد شغال في البيزنس او الماركتنج بالنسبه له حته السيلز فانل هي مفهومه، تمام، حته الايه، السيلز فانل هي مفهومه، هو فاهم هيعمل ايه. طب يعني ايه سيلز فانل اصلا؟ يعني المفروض ان انا بشتغل على الناس اللي هتاخد مني البيزنس ده، تمام، هياخدوه ازاي، تمام، هياخدوا البيزنس ده ازاي. يعني ايه هياخدوا البيزنس ده ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي المفروض ان انا هشتغل على السيلز فانل بتاعتي، ان العميل هيخش على لو انا بس مثلا شغال في الموديل بتاعي سيلينج، فالمفروض ان انا هحدد للناس ان هي هتخش على يودمي وتشتري مني. فخلاص انا هنا محدد ايه السيلز موديل بتاعتي، تمام. فانا هنا مثلا هنقول ان انا الناس مثلا هتشتري مني اونلاين، تمام. طب الناس هتشتري مني اونلاين ازاي؟ والله الناس المفروض هتخش على مثلا الفيسبوك مثلا، تمام. هنا انا مثلا الناس هتخش مثلا، بلاش فيسبوك، هنقول سوشيال ميديا، تمام. وبعد السوشيال ميديا المفروض الناس هتخش على الجزء اللي ليه علاقة، بس انا دخلت على السوشيال ميديا، فالمفروض ان هي هتبعت لي مثلا مسج، تمام. وبعد ما تبعت لي مسج هتاخد الانفورميشن كاملة، تمام. وبعد ما تاخد الانفورميشن كاملة هتروح على الويب سايت، تمام. وبعد ما هتروح على الجزء بتاع الويب سايت هتبتدي تعمل ايه، البين بتاعها، تمام. وبعد كده الناس تشتري. ده السيلز فانل بتاعتي في الحته دي. طب مثلا الناس اللي هي هتاخد مثلا برايفت، تمام، الناس مثلا اللي هتاخد برايفت ايه اللي هيحصل؟ هتخش على مثلا السوشيال ميديا بتاعتي، وبعد ما تخش على السوشيال ميديا المفروض ان هي هتاخد من السوشيال ميديا دي، هتخش على تبعت لي مسج، وبعد المسج تاخد الانفورميشن وتشتري من خلال الويب سايت.
طب او ممكن مثلا ان هي تعمل ايه، ان هي تاخد الفورم. يعني مثلا انا العميل بتاعي استاذ فانل، بعد ما حددت له الموديل بتاعه وحددت النيتش بشكل كامل، هيبتدي ياخد ايه، هياخد الايه الانفورميشن بتاعت ان هو يملا ايه الفورم. تمام، فهنقول مثلا ان هو ممكن يعمل ايه، ان هو ممكن يملا ايه الفورم. تمام، تعالى كده عشان اسهلها عليك شويه، ياخد هنا وبعد كده يكمل المسج وبعد كده. تمام، خلينا ثانيه، بعد كده ياخد الانفورميشن، وبعد كده من الانفورميشن ياخد الويب سايت، وبعد كده يبتدي يشتري. تمام، فخلاص انا عرفت الامور بالنسبه لي ماشيه ازاي. او ممكن بعد ما يخش على السوشيال ميديا، بدل ما هو ياخد يشتري مني من خلال من مسج ومش عارف ايه والكلام ده كله، الراجل ده هيشتري من خلال ايه الفورم. تمام، فخلاص انا محدد السيلز فانل بتاعتي ماشيه ازاي. انا المفروض ماشي بسيلز فانل معينه. هنا ممكن اعمل سكيل ازاي، ان انا اخلي الناس ممكن تتواصل واتساب، ممكن تخش تبعت لي مسج وتشتري من خلال الويب سايت، ممكن تعمل كول مثلا معينه، ممكن تحجز بطريقه، وابتدي اعمل سكيل على اي مرحله من دول. اي حاجه، خلينا نفكر بس في نقطه اساسيه، اي حاجه فيها سكيل. سكيل يعني ايه؟ يعني ان انا اطلع من كل مرحله بشتغلها بفكره جديده توسع معايا الايه الريفينيو بتاعتي او الانكم بتاعي. يعني انا مثلا بشتغل كورسز برايفت، انا ممكن اعمل سكيل في الحته دي واشتغل منتور في وايه واشتغلها اونلاين. مثلا عندي شغال في النيتش في البيزنس، فانا ممكن مع الماركتنج ادخل بيزنس ديفلوبمنت واشتغل على سولف لبروبلم معينه. في السيلز فانل بتاعتي انا ممكن اشتغل زي، ولو انا شغال سوشيال ميديا از مسج وبعد كده انفورميشن ويب سايت بين، ممكن اعمل في السيلز فانل بتاعتي تغيرات كبيره عشان اعمل سكيلينج، الناس بس تخش تملى في الفورم وما الى ذلك. تمام، فمن الحاجات الاساسيه جدا جدا اللي احنا بنشتغلها، ان انت لازم تكون عارف، لازم تكون عارف بشكل كبير انت ماشي ازاي. يعني انت الامور بالنسبه لك ماشيه ازاي وفي الاندستري نفسها، ولو انت مرتب امورك بشكل كويس هتقدر تعمل السكيل اللي انت عايزه، وتقدر تعمل كل حاجه انت عايز تعملها ايا كانت بقى ايه هي. يعني انت اي حاجه محتاج ان انت تعملها هتقدر ان انت ايه تعملها بشكل مناسب. تمام، طيب تعالى بعد كده ايه تاني ممكن اعمله. يعني نمشي كده في البروسيس تاني ونشوف. انا خلاص عملت الاوفرنج بتاعتي وعملت الـ وعملت السيلز فانل بتاعتي. طبعا في السيلز فانل هنا ممكن ان انا اعمل ايه، اعمل اوفر. تمام، علشان ايه اعلي النقطه بتاعتي في الايه في حته ايه السيلينج. يعني ممكن اعمل اوفر، ممكن اعمل اي حاجه تانيه. طبعا حته السيلز فانل فيها كميه هستيريه من السكيلينج مش حتتنا دلوقتي، لكن انت ممكن في السيلز فان تعمل سكيلينج، في الادز تعمل سكيلينج، في الكونتنت تعمل سكيلينج، كتير بقى. حته الادز لوحدها فيها سكيلينج من هنا لسنه قدام. تمام، طيب تعالى بعد كده نعمل ايه تاني. المفروض خلاص انا حددت الاوفر بتاعي والسيلز فانل بتاعتي، عندي حته بقى ايه الادز. تمام، حته ايه الادز، وقلنا ان حته الادز فيها السكيلينج بتاعتي عالي جدا جدا، انا ممكن اعمل سكيلينج من هنا لبكره. طيب انا ممكن اعمل سكيلينج ازاي؟ انا دلوقتي عندي مثلا، تعالى ناخد مثال كده. انا دلوقتي بعمل مثلا ادز مثلا از فيسبوك. تمام، خلاص، فانا عملت اعلان على فيسبوك. تمام، والاعلان ده قلنا مثلا على الفورم اللي انا لسه عاملها. حلو جدا، بعد ما عملت ده المفروض هياخد الايميلز. تمام، ومن الايميلز دي هشتغل مثلا ايميل ماركتنج. تمام، فخلاص انا هنا بعمل سكيل. تمام، طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اخد مثلا من الايميل، تمام، الناس دي، واعمل لها مثلا جوجل اد كامبين. تمام، طيب ممكن مثلا اخد الناس اصلا اللي دخلت على الويب سايت عندي. تمام، ومن خلال ايه الويب سايت. تمام، اروح واخد الناس دي ومشتغلها في اي حته تانية. مثلا اروح واخد الناس دي واعمل لها مثلا ادز مثلا ليها مثلا على جوجل، ومثلا مثلا سيرش، ان كل الناس اللي دخلت على الويب سايت لو هي تعمل سيرش تاني مثلا
تلاقيني تمام وما الى ذلك. فانت هنا ممكن تعمل سكيلنج في حته الادز وتاخد بقى ايه ناس بقى كتير جدا جدا بقى، وتبتدي ان انت تطلع العملاء من هنا لهنا، وتبتدي تدخلهم من الويب سايت، ومن الويب سايت ترجعهم على السوشيال ميديا، ومن السوشيال ميديا تدخلهم على ايميل، ومن الفورم تروح واخد بياناتهم وعمل لها ريماركتنج. وبص بقى قصه كبيره يعني، قصه كبيره جدا جدا. لكن انت تشتغل مع الناس على ده، ممكن كمان تعمل اعلان عن مثلا ان انت بتعمل تريننج للناس تمام، وبعد ما تعمل تريننج هتختار منهم ناس تشغلهم، فهنا انت وسعت الاريا بتاعتك بشكل كبير، وفي نفس الوقت افدت الناس. فانت لازم تفكر بشكل كبير جدا جدا طبعا في اجزاء تمام مهمه قوي قوي قوي، وحاجات مهمه زي مثلا الكرياتيفيتي معاك بشكل مهم قوي قوي قوي. يعني حته الكرياتيفيتي من الحاجات المهمه جدا اللي انت يعني دي اللي هي ايه العصب بتاع الادز نفسها تمام، العصب بتاع الايه الادز. يعني انت لو انت اشتغلت كرياتيفيتي بشكل مش مظبوط في الادز بتاعتك، فانت طبعا انت طبعا الناس طبعا الناس بتاعت الاعلانات فاهمه الكلام ده تمام. فاحنا قلنا ان انت لو انت اشتغلت كرياتيفيتي بشكل كويس فالامور بالنسبه لك تمام، فانت ممكن كمان تعمل سكيلينج في التارجت تمام، ممكن تعمل في البودجت تمام، ممكن تعمل في البلاتفورم تمام. كل دي حاجات انت ممكن تعمل فيها سكيلينج في حته ايه الاد، وان انت تطلع اصلا تطلع من الاعلان ايه حاجات كتير قوي 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 انت ممكن ايه تشتغل عليه تمام. فانت خلاص قلنا بعد ما احنا عدينا كل النقط دي هنشتغل على الحاجات اللي ليها علاقه بالادز. خلاص انا عملت ادز وخدت الناس دي وعملت سكيلينج في الاجزاء دي واشتغلت على كل ايه النقط دي تمام. وكمان ممكن تعمل ايه تشتغل ديلز كمان تمام. تعالى كده نشوف ديلز ازاي. يعني مثلا انا هنا بقول ان انا هشتغل مثلا، كنت بشتغل كورسز برايفت، فانا قلت بعد كده هشتغل مثلا منتور از بزنس، وهشتغل في حته البيزنس ديفلوبمنت، وبعد كده بعد البيزنس ديفلوبمنت هعمل سيلز فانل ان الناس تخش تملى الفورم علشان ايه، علشان الناس تعمل معايا ديلز ان احنا نشتغل لها. فهنا انت وسعت ايه الاريا بتاعتك بشكل كبير، وكبرت الشغل بتاعك من حته ايه من حته السكيل بتاعت الادز، من حته ايه السكيل بتاعت ايه السكيل بتاعت الادز تمام. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا اللي انت ممكن تشتغل عليها، وممكن تفرق معاك بشكل كبير قوي قوي وانت شغال. فاحنا قلنا هناخد مثلا من الفورم، مثلا نعدي على الويب سايت، ممكن كمان ناخد من المسجز ونشتغل نعدل على الكرياتيفيتي. يعني ايه؟ يعني مثلا الناس اللي بعتت مسج مثلا بتسال على حاجات معينه، فممكن ناخد من المسجز دي نبني كرياتيفيتي، نبني اودينس جداد وما الى ذلك تمام. كمان ممكن ناخد من الويب سايت، نعمل الفورم نبني على الايميل، ممكن كمان من السوشيال ميديا نعمل. يعني بص في اوبشنز بقى، اوبشنز كتير انت بقى تطلع اسهم وتطلع من هنا تودي على هنا لحد ما انت تبني بشكل كبير. كمان ممكن من خلال الفورم تعمل ايه ديلز مختلفة تمام. فهتلاقي نفسك بص يعني الدنيا وسعت معاك جدا جدا، بس الفكرة في ايه الاستراتيجي اللي تتبعها بشكل كبير تمام. والاستراتيجي دي او اللي احنا بنقوله ده ممكن تطبق عليه البيزنس بتاعك، وتشوف انت ايه الطريق اللي انت ماشيه، وازاي ان انت تبني طرق مختلفة تمام. طيب بعد كده خلاص انا اشتغلت على الاجزاء دي، وبقيت ان انا اعمل بقى طرق مختلفه واطلع الادز بتاعتي واطلع منها كرياتيفيتي ومش عارف ايه، والشغل بتاع الميديا بلاينج اللي احنا بنقعد نعمله ده، تبتدي بقى تشوف ايه الحاجات اللي انت طلعت بيها من الكلام ده كله علشان تعمل عليها ري ماركتنج، وتبتدي ان انت تحط عملاء تانيين، تبتدي تحط عملاء تانيين. يعني من الديلز المفروض ان انا هبني ريتارجتنج تانية، من الديز هبني ايه ريتارجتنج تاني، وابتدي ان انا اشتغل على عملاء تانيين. مثلا بدل ما اعمل ده مثلا، ممكن اروح مثلا واخد يجي لي احيانا تبقى في اندستري يجي لك عميل مش عميلك. يعني ايه يجي لك عميل مش عميلك؟ يعني مثلا انا دلوقتي مثلا بدي مثلا منتورنج تمام، فيجي مثلا تيجي مثلا شركة تقول لي والله احنا اصلا شركة بندي كورسز، فاحنا محتاجين ان انت تدي كورسز عندنا في مثلا البلاتفورم بتاعتنا تمام.
طب اوكي تمام، ده دي المختلف. فانت هنا بتعمل سكيل. طب انا دلوقتي مش عايز ادي كورسز، انا ممكن ادي كورسز لكن ما يبقاش الاوبجيكتيف بتاعتها ان انا ابيع، انا الاوبجيكتيف بتاعتها ان انا اعمل مثلا ماركتنج عند الفئه دي علشان اشتغل منتور عندي، تمام. فهنا انا بالنسبه لي عملت سكيلينج بشكل كبير، تمام. طيب الخطوه بقى الاساسيه بعد كده واللي ممكن ان انت تشتغلها وهتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لك، هي حته الانفستمنت في الانفستمنت في البيزنس ده. يعني انا المفروض ان انا اشتغل على ان انا اعلي البيزنس ده واطلع منه بيزنس تاني، تمام. وان انا اطلع منه بيزنس تاني، يعني مثلا انا ما اروحش اشتغل والفلوس اللي تجيلي اروح مطلع منها كل الفلوس بتاعتي فخلاص انا طلعت مكسب. لا، لازم من الحاجات الاساسيه قوي قوي اللي بتعمل فرق كبير هي حته ايه، انفستمنت. يعني مثلا انا دلوقتي المفروض ان انا مثلا عامل في حسابي ان انا كل ما ابتدي مثلا اشتغل مثلا على راوند معين اطلع من الراوند ده، مثلا 10% 10% انفستمنت. يعني ايه انفستمنت؟ يعني ال 10% مثلا من الفلوس هبتدي ان انا اخد منهم مثلا اطلع اخد ال 10% دول ابتدي اشتري، احدث في الويب سايت، ابتدي ان انا مثلا اعمل بيهم اعلانات ليها علاقه مثلا مش بالبيع، ليها علاقه مثلا بان انا اشهر نفسي اكتر، اعمل اورنس اكتر وما الى ذلك، تمام. فانت محتاج بشكل كبير قوي قوي تفكر في حته الايه، انفستمنت، وان انت تعمل انفستنج في ايه، البيزنس ده، تمام. حته بقى الانفستنج انت ممكن تعمل فيها زي ما قلنا حاجات كتير قوي. تعالى كده مثلا نشوف مثلا نيو مثلا لاندنج بيج، تمام. ممكن مثلا من نيولاند انت لقيت عملاء بتقول لك احنا محتاجين طريقه دفع مختلفه، فهنقول مثلا هنا نيو بيمنت، تمام خلاص، تمام. بعد مثلا انا الناس هتطلع مثلا قالت لي والله احنا محتاجين طرق دفع مختلفه، مثلا نيو مثلا مثلا بكيتشرز، انت تطلع تجيب كاميرا عشان تبدي تصور السيشنز بتاعك وما الى ذلك. دي كلها حاجات بعد ما هصور واطلع الناس واعمل الكلام ده، مثلا هتعمل مثلا نيو ايفنت، تمام. فانت هتعمل انفستمنت في الايه، العوائد بتاعتك، هتعمل انفستمنت في العوائد بتاعتك. دي كلها حاجات انت ممكن تشتغلها وتبتدي تطبقها عشان تعمل ايه، علشان تعمل انفستمنت في البيزنس بتاعك، تعمل انفستمنت في ايه، البيزنس، تمام. دي تقريبا كده كل الحاجات اللي انت ممكن تبتدي تشتغل عليها وتراجعها بشكل كبير من اول ما تكريت الموديل بتاعك لحد ما تحدد النيتش بتاعك، وبعد كده توصل لايه، للسيلز فانل بتاعتك وتبتدي تحددها بشكل كبير وتعمل سكيلنج على على ايه، الادز بتاعتك، علشان من حته السكيلنج هتفرق معاك قوي سواء انت ماشي بشكل كويس ولا لا، وكمان هتفرق معاك في المكسب فيما بعد، وهتفرق معاك ان الامور بالنسبه لك هتبقى عاليه قوي 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 في النتائج، وان انت تظهر في السوق، خصوصا ان احنا قلنا ان السوق او الماركت نفسه بقى واسع جدا جدا، مش بس كل البزنس بقى متاح ان هو يحصل فيه سكيلينج، خصوصا بعد التطور اللي احنا فيه، الا البزنس ده بجد بقى. ولذلك احنا ناس كتير اتكلمت عن البزنس ده، وناس كتير سألت فيه ازاي نبتدي فيه وما الى ذلك، وازاي ان احنا نوسع، وازاي ان احنا ناخد نيو تارجت اودينس والكلام ده. فعشان كده كان لازم نتكلم عنه بالطريقه دي. خلينا كده نحاول نشوف كده لو هنفتح المايك ونشوف لو حد عنده سؤال. لو ما حدش عنده سؤال، احنا في عادة بنفتح ايه، دايرة النقاش اصلا بشكل كبير، والمفروض اصلا الموضوع قايم على النقاش، لكن خلينا نقول ان احنا بقينا ناخد حتة التوبيك بشكل كبير عشان في ناس ما بتركز، وبعد كده بن ايه بنبتدي ايه نخش، تمام. المايك مفتوح لو حد محتاج يسأل سؤال.